نرحب بدكتورة ميس حوراني اختصاصية أنف أذن حنجرة. يسعد صباحك ورمضان كريم. يا هلا، صباح الخير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. كنا عم مثل ما سمعنا بالتقرير او تعرفنا على مرض التهاب الاذن الوسطى، خلينا نعرف انواعه من حضرتك. هلا بس نعطي فكره شو هي الاذن الوسطى. هي هي الحجره مملوءه بالهواء موجوده خلف غشاء الطبل. الاذن الوسطى كثير مهمه للسمع كونها بتحوي على ثلاث عظيمات هي اللي بتنقل الهواء، هي اللي بتنقل الموجه الصوتيه. هلا في عندنا ثلاث انواع اساسيه من انواع التهابات الاذن: التهاب الاذن الوسطى الحاد، التهاب الاذن الوسطى المصلي، والتهاب الاذن الوسطى المزمن. طيب دكتوره، شو الفرق بين خلينا نقول مسببات كل نوع من هاي الانواع الالتهابيه؟ تمام، رح نبدا بالتهاب الاذن الوسطى الحاد. التهاب الاذن الوسطى الحاد بيجي نتيجه عدوى. هي العدوى بتكون او جرثوميه او نتيجه الاصابه بجرثوم او فيروسيه، وعلى الاغلب يعني سبيل الانتقال هو تنفسي او نتيجه انتقال من البنى المجاوره. يعني على سبيل المثال انه اللي بيتعرضوا لالتهابات البلعوم بيتعرضوا لالتهابات الجيوب الانفيه، الاطفال الصغار اللي بيصير عندهم التهابات متكرره باللوزات والناميات ممكن يكون الانتقال بالطريق الراجع لجوف الاذن الوسطى وبالتالي يحدث عندنا الالتهاب الحاد. الالتهاب المصلي هو عبارة عن تجمع لمفرزات مخاطية بتكون أول شيء مصلية أو بمعنى رقيقة ضمن جوف الأذن الوسطى، شوي شوي بتتحول لمفرزات مخاطية، ممكن تتحول لمفرزات غروية. التهاب الأذن الوسطى المزمن هو الحقيقة بيجي نتيجة إهمال علاج التهاب الأذن الوسطى الحاد، بيصير في تضاعف بالحالة، بتستمر الحالة أكثر من أسبوعين وبصير علاجها أصعب. دكتورة، بعد ما تعرفنا على الأنواع خلينا نعرف الأعراض منك، وهل بتختلف من نوع لآخر؟ هلا بتختلف يمكن حسب العمر، إذا بدنا نقول يعني تختلف الأعراض، شدة الأعراض، وبين الأطفال وبين البالغين. الأعراض عند الأطفال بتكون أشد وبتكون صارخة أكثر، يعني غالبا بيجي مرافقي الطفل عم يعانوا إنه الطفل بكاء مستمر، بيكون الطفل هائج، وخصوصا عند الاطفال اللي ما بيقدروا يعبروا بيكون عم بيمسك اذنه وعم يشدها. في زياده بالاعراض بتصير وقت النوم، بيقول لك بتقول الام انه انا ابني ما نام امبارح. هذا الشيء نتيجه انه الالم بيزيد بوضعيه الاستلقاء عند الاطفال الصغار. الحراره بتكون عاليه معظم الاحيان عند الاطفال، بيجونا بحراره عاليه قد تصل احيانا لل 40. بيصير الاعراض الثانيه اللي هي المترافقه مع المرض، اللي هو رفض الطعام، الحاله العامه اللي شوي سيئه. احيانا بالاطفال الاكبر اذا كان عندنا التهاب الاذن الوسطى المصلي او هو تجمع المفرزات، بيجوا الاهل بشكوى الاساسيه اللي هي نقص السمع، انه انا ابني عم يطنش. هي الكلمه تماما، انه انا ابني عم يطنشني ما عم يرد علي. عند الكبار او البالغين بتكون الاعراض اقل شده. العرض الاساسي في التهابات الاذن الوسطى الحاده بيجي الم او بيقول لك تقل بالاذن، انا عندي داني في حاسس بتقل بالاذن او نقص بالسمع. طيب دكتوره، خلينا نحكي ليش في بنشوف انتشار الاصابه بالتهابات الاذن الوسطى عند الاطفال اكثر من البالغين، وهل هي ممكن تستمر لفتره؟ يعني هل هذا الشيء مثلا بيتعالج وبيروح، ولا ممكن يكون في انتكاسات، ممكن شخص يتعرض لاكثر من مره لنفس الالتهاب؟ هلا في السبب الاساسي عند الاطفال هو البنيه التشريحيه. نحن في عندنا قناه اسمها نفير اوستاش، هي القناه بتوصل بين جوف الاذن الوسطى والبلعوم الانفي. هي القناه بتكون عند الاطفال اعرض واقصر، فبيكون انتقال العدوى من اذا صار عندنا التهاب لوزات، اذا صار عندنا التهاب بالناميات، من السبيل التنفسي العلوي اسهل عند الاطفال. يضاف لهيك ضعف المناعه شوي عند الاطفال تحت عمر السنتين، لسه ما بيكونوا اكتسبوا المناعه بشكل كامل تجاه هي النوع من العدوى. سؤالك الثاني انه اذا هل بتستمر هي بتتكرر؟ يعني ايه ممكن الشخص يكون معرض لها اكثر من ممكن مره؟ ممكن التهابات الاذن الوسطى تكون متكرره. دكتورة، خلينا نتعرف أكثر، كيف بيتم تشخيص التهاب الأذن الوسطى؟ تشخيصه بيتم بشكل أساسي عن طريق الأعراض. يعني الأعراض اللي بيجي فيها المريض هو عم يشكي منها الألم بالأذن وصعوبة نقص السمع، الحرارة عند الأطفال وإلى آخره، بالإضافة للفحص السريري. الفحص السريري على الأغلب بيكون بمنظار الأذن، نحن الأداة اللي بنستخدمها أطباء الأذنية اللي بنشوف فيها علامات اللي
بتبين عنا في شيء خلف غشاء الطبل، من احمرار، من انتباج بغشاء الطبل، احيانا بنلاقي تغير بلونه، تغير بصير كامد. بالاضافه لهيك في عنا الاعراض اللي بتكون بالتهابات الاذن الوسطى المصليه اللي بتكون نقص السمع، في نحن عنا اجهزه بتساعدنا لتحديد وجود نقص سمع ودرجه هذا النقص من السمع. طيب دكتوره، كمان يعني بعض الناس ممكن يعملوا هيك مثل ما بيقولوا، خليني اقول كشف لحالهم، بيقول انه وقف الشخص وعمل هيك، اذا ما كان متوازن معناته هو ممكن يكون اذا داخ وعنده التهاب اذن وسطى. يعني شوي خلينا نحكي عن التشخيص وقد ايه مهم يكون التشخيص عند طبيب، يعني ما الشخص يحاول يجتهد من عنده ويشوف الاشخاص الثانيين ويسمع طبعا. هاي انا شوي عندي تحفظ تجاه هذا الشيء، لانه بالفعل نحن المراجعات كثير بعياداتنا بتكون انه انا دايخ فانا فورا بتجه عند طبيب الاذنيه. هلا طبعا في احد اعراض التهابات الاذن هي دوار، لكن ليس كل دوار هو مسبب من الأذن. ممكن نقول إنه الأذن هي من أقل الأسباب المسببة للدوار عند الأشخاص. الدوخة بالتهابات الأذن بتكون شوي مميزة عن الدوخة بغير أمراض. هلأ دائما وقت تشخيص الدوار نحن لازم نبدأ بالأساسيات، يعني نبدأ نحن مثل ما بيقولوا بألف باء الطب، وأنا هي دائما بقولها لمرضاي. يعني أول شيء لما بيجي إنه دكتورة أنا دايخ، وأكيد أنا معناته بدي أشوف إذا داني ملتهبة، منبلش معه بالأول شيء قياس الضغط، الفحوصات الدموية، هي بتكون قبل ما نحن نفحص. يعني حتى لو اجى عن طبيب اذنيه هو لازم تكون هاي التقييمات تكون مرافقه للفحص السريري اللي بده يفحصه طبيب الاذنيه. ما لازم نقفز للاستنتاجات، نقفز انه كل دوار او دوخه هو مسبب من الاذن. واحيانا كثير هلا اللي بيراجع طبيب بيكون كتر خير الله مثل ما بيقولوا، احيانا كثير بياخذوا علاجات منهم من حالهم او بيسالوا او بيكون اي حدا من اللي حواليهم صاير معه التهاب اذن بيقوم بيعطيهم ادويه، بيجي هو او معالج بطريقه يعني معالج بطريقه ما لها لزوم، ما لها لزوم ابدا. يعني ما بتكون هي المشكله عنده بالاذن، او حتى اذا المشكله عنده بالاذن فهو معالج بطريقه خاطئه، وهذا بيصعب العلاج علينا وبيزيد قابليه حدوث ازمان عنده بالحاله اذا كانت الحاله التهاب اذن. دكتورة خلينا نحكي عن المضاعفات، مضاعفات المرض. نحن ذكرنا الأعراض، ولكن ممكن بعض الأشخاص نتيجة إهمال، نتيجة خطأ بالعلاج، أو يمكن استجابة جسمهم بتكون يمكن بتسبب مضاعفات معينة. خلينا نعرف مضاعفات هالمرض شو هي. هلأ أهم شيء نحن اللي منخاف منه بالتهاب الأذن الوسطى الحاد هو الإزمان، يعني أنه ينتقل من مرحلة حادة إلى مرحلة مزمنة، يصير فيها العلاج أصعب، ويصير فيها نحن سيطرتنا على المرض بده وقت أكثر. ممكن يصير في انثقابات بغشاء الطبل، نتيجة هاي الانثقابات بغشاء الطبل بتخرج المفرزات للخارج. لما نهمل علاجها هاي ممكن تؤدي إلى انثقابات دائمة بغشاء الطبل، قد تحتاج في مرحلة أخرى لعمليات ترقيع غشاء الطبل. طبعا هذا بيأثر على السمع. بالتهابات الأذن الوسطى المصلية عند الأطفال من الخوف الأساسي هو نقص السمع، يعني ونقص السمع بعمر الطفل يؤثر جدا في تطور النمو الروحي الحركي عنده، يؤثر جدا بتواصله، يؤثر جدا باللفظ تبعه، بالتواصل اللفظي للطفل. احيانا كثير باهمال الالتهابات، يعني مو كثير، بالتهاب اهمال الالتهابات الحاده ممكن ينتشر الالتهاب للبنى المجاوره. نحن في عنا عظمه خلف الاذن هي اسمها عظم الخشاء، الانتقال له ممكن يفوتنا بحاله بالتهاب في خلايا هوائيه، ممكن ينتقل يسبب لنا التهاب حاد او التهاب مزمن بالخلايا الخشائيه، ممكن كمان ينتقل الى البنى المجاوره الى الدماغ عبر صفيحه بتوصل بين الاذن الوسطى والدماغ. طيب دكتوره كمان خلينا نميز بين الديوار الناجم عن التهاب الاذن الوسطى والديوار الدهليزي، اللي هو ايضا بعض الأشخاص بالأعراض الأولى بيتعرضوا لديوار بيحسوا بدوخة، ممكن يصير عندهم ضعف توازن يعني بشكل عام، وممكن يروحوا لاتجاه الأذن الوسطى علما أنه ديوار الدهليزي هو مرض آخر مختلف وعلاجه مختلف أيضا. الآلية مختلفة تماما، يعني الدوار الناجم عن التهاب الأذن الوسطى هو نتيجة التهاب الموضع بهي الحجرة الهوائية الموجودة فيه. دوار الدهليزي هو نتيجة عدوى
فيروسية للعصب الدهليزي المسؤول عن التوازن. لما يكون في دوخة ناجمة عن التهاب الأذن الوسطى بيكون في أعراض تانية بتدلنا أنه نحن في عنا أعراض التهابية، إصابة صارت بصندوق الطبل. غالبا فترتها محدودة، بتكون شدتها خفيفة، بينما بالتهاب العصب الدهليزي أو الدوار الدهليزي، وخصوصا بالمرة الأولى التي يصاب فيها المصاب، لأنه أهل المريض، لأنه ممكن الدوار الدهليزي يصير بشكل متكرر عند المريض وشدته بتخف تدريجيا احيانا، بيكون شديد جدا وممكن اعراضه تستمر من اسبوع لعشرة ايام، وبيكون مقعد، الدوار الدهليزي مقعد، بمعنى انه هو ما بيقدر يقوم بحياته اليوميه، لما يفتح عيونه الدنيا بتفتل فيه، يعني هو ممكن يستمر من اسبوع لعشرة ايام، غير متوازن تماما. فيعني تختلف الأعراض. لازم كثير نميز بيناتهم هدول القصص، ولازم يكون التمييز الحقيقه عن طريق الطبيب، التشخيص الطبي. تمام دكتورة، خلينا نحكي عن العلاج اليوم لالتهاب الأذن الوسطى، حسب النوع كيف بيتم العلاج، وهل بيختلف بين الكبار والصغار؟ بيختلف حسب النوع العلاج. هلا نقول الالتهاب الحاد حسب شدته عند الأطفال، هو بشكل أساسي بنشوف نحن إذا العدوى فيروسي، يعني السبب فيروسي أو نتيجة جرثومي، مضادات الحيوية، مسكنات الألم، خافضات الحرارة. الشيء الأساسي اللي بأكد عليه هو الالتزام بالمدة، يعني نحن لما نوصل في المضاد الحيوي بعد عدة أيام تتراجع الأعراض بشكل كامل عند الطفل أو عند البالغ، فمنلاحظ انقطاع، أنه خلص بيوقفوا، سواء الأهل بيوقفوا الوصفة أو الكبير بيوقف منه. قديش من المدة؟ عشرة أيام للصغار والكبار. والكبار نحن من شدة، طبعا هذا في حال أنه نحن أخذناه عن طريق الفموي، في حالات أخرى ممكن نضطر نعطي فيها إبر، بتكون مجرد إبرة أو إبرتين وبيمشي الحال، هذا هو الكورسي اللي بيغطي عشرة أيام فمويا. الالتزام بالمدة مشان ما نفوت بالنكس أو الإزمان، يعني النكس إنه ترجع الحالة، بيقولوا لك إنه رجع مرض، هو الحقيقة هو رجع انتكاسية وما كانت شفاء من الحالة الأولى. بالنسبة لالتهابات الأذن الوسطى المصلية، نحن بنلجأ لعلاجات مشان تقليل من نقص السمع، ممكن نعطي حالات للمخاط. بحال إنه ضل السائل موجود ضمن جوف الأذن الوسطى وضل في عنا مشاكل بالسمع، واستنفذنا المدة يلي نحن مدة العلاج، ولاحظنا إنه في تدهور بالقدرة السمعية عند الطفل، وهذا الشيء بيأثر على تطوره، ممكن نلجأ للعلاج الجراحي، وهو إجراء بيتم بشق بغشاء الطبل، سحب لهي المفرزات، ومثل مندخل الشيء مثل أنبوب له فتحة من جوا وفتحة من برا، أنبوب تهوية للأذن الوسطى. بحالات الإزمان بدنا نعالج بقى، إذا صار انثقاب بغشاء الطبل، انثقاب دائم، ممكن نلجأ للجراحة، عمليات ترقيع غشاء الطبل. إذا صار عندنا التهاب بعظم الخشاء، التهاب مزمن، كمان نلجأ للعلاج الجراحي. نعم طيب دكتورة، يعني بعض وانت عم تحكي قلتي ما بدنا نروح للانتكاسة ولأنه يصير مزمن، شو هي الحقيقة الأخطاء اللي ممكن يتبعها المريض أثناء فترة العلاج وهي اللي بتأدي أنه يصير هذا الشيء فيه انتكاسة أو في أنه يتحول مزمن، ولا هو لا ما له علاقة بالشخص نفسه، له علاقة بطبيعة أجسام، ولا شو بالضبط؟ هلا في شيء له علاقة بطبيعة الحالة المرضية، وفي شيء له علاقة بالأشخاص، وفي شيء له علاقة بالظروف المحيطة، خصوصا بالنسبه للاطفال. نحن كثير بنركز انه يكون ما ينوجد الطفل بجو فيه دخان او جو ملوث مثل ما بيقولوا، الالتزام بالفتره اللي نحن بنعطيها للمضاد الحيوي، مراجعه الطبيب في حال الشك باي اعراض، او مراجعه الطبيب في حال انه ما صار شفاء، طولت الاعراض، مشان تدارك اي شيء نحن عم يصير. في حال خروج مفرزات من الأذن، وهي أحد أعراض التهابات الأذن، هذا الخروج المفرزات بيكون نتيجة ثقب، هذا الثقب مليمتري بيكون بغشاء الطبل، ونحن بنلجأ لسحب المفرزات، وهذا شيء أساسي كتير، تنظيف الأذن بشكل مستمر عند الطبيب مشان تتهيأ البيئة السليمة لإعادة ترميم غشاء الطبل. نعم دكتورة، خلينا ناخذ بالوقت المتبقي نصائح أخيرة من حضرتك. خلينا نحكي عن صحة الأذن، يعني كونه ذكرتي من شوي طريقة التنظيف، في أشخاص بيستخدموا المفتاح، في أشخاص مثلا بيغسلوا بالمي، فهذا الشيء ممكن يؤدي أنه يضل في مي جوا أذنهم، ممارسات كتير يمكن تكون خاطئة وبتضر بصحة الأذن، خلينا نضوي عليها مع حضرتك.
هلا بالنسبه لتنظيف الاذن بشكل يعني نحن بنفضل انه ما يتم ابدا غير التنظيف الخارجي، تنظيف سيوان الاذن من الخارج، بينما نحن الوسائل اللي ممكن ننظف فيها الاذن ممكن نعمل فيها انحشار مثلا للماده السملاخيه نفوتها لجوا اكثر. تنظيف الاذن باي اداه حاده هو شيء كارثي تماما، بيؤدي عنا لجروح، بيؤدي لالتهابات، بيؤدي لانثقابات رديه بغشاء الطبل. بالنسبة للأطفال أنا كتير بأكد أنه يبعدون عن جو الدخان. وموضوع المي إذا فاتت خصوصاً بالحمام أحياناً بتفوت مي لأدنا، فهي كيف ممكن إحنا نطلعها وإذا ضلت شو الخطورة؟ ما في أي خطورة إذا غشاء الطبل سليم. تمام. هاي الشيء لازم كتير نعرفه. الشيء الطبيعي إنه يدخل مي بالأذن وفي عنا غشاء طبل سليم اللي هو حاجز بين الأذن الخارجي والأذن الوسطى، ما عندي أي مشكلة. المشكلة الأساسية فقط إذا كان في هناك انثقاب بغشاء الطبل، وهذا الانثقاب دائم او مؤقت، نحن بنأكد تماما انه تنسد القطن بسداده او بقطنه فيها فازلين لحد ما نخرج من الحمام، لانه دخول الماء لداخل جوف الاذن الوسطى بيؤدي عنا للالتهابات. يعني نصائح كثير اليوم قدمتي لنا اياها دكتوره ميس، بدنا نشكر وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي قدمتيها، شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا. شكرا لك دكتوره ميس حوراني اخصائيه انف اذن حنجره، شكرا كثير لك. شكرا لكم.